هكذا تصل عائلة النعسان إلى مستشفى الشفاء بغزة بعد ضرب منزلهم من قبل قوات العدو الإسرائيلي، وبعدها تصل عوائل أخرى في طواقم الإسعاف، وتتنوع وتتعدد الإصابات ما بين كبار السن والأطفال والشباب الذين يكتظ بهم المستشفى، فيما أم ملهوفة مفزوعة تبحث عن بقية أبنائها. مشاهد تتكرر يوما بعد يوم في كل مستشفيات القطاع. العديد من المصابين تكتظ بهم سيارات الإسعاف وأروقة المستشفيات. ليش يما؟ عشان الأولاد ونيمناهم. صلوا على النبي يا تيتا، ربنا يحفظكم. بنيمهم بدري عشان ما يخافوش. صحينا والحجر علينا، صحينا والحجر علينا يما. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أكثر من 45,000 مواطن لجأوا إلى مستشفى الشفاء في اعتقادهم أنه مكان آمن، فيما الطواقم الطبية لا تستطيع استيعاب الزيادة الهائلة في عدد المصابين والجرحى والشهداء لعدم وجود أسرة. الخوف من توقف الخدمات بسبب نقص الوقود. هناك أكثر من 1100 مريض فشل كلوي، من بينهم 34 طفل. نحن نتحدث عن أكثر من 7000 شهيد حتى الآن، وأكثر من 18,000 جريح من الفلسطينيين. نتحدث عن أكثر من 1,200,000 مواطن تركوا منازلهم إلى مراكز الإيواء سواء الرسمية أو غير الرسمية. لكم أن تشاهدوا هنا في مستشفى الشفاء أكثر من 45,000 مواطن لجأوا إلى مستشفى الشفاء اعتقادا منهم أنه مكان آمن. القطاع الصحي نشر الكثير من البيانات المرتبطة بالوضع الصحي العام بقطاع غزة، حيث قتل أكثر من 104 عضو من متطوعي الكادر البشري لقطاع غزة، فيما بلغ عدد المفقودين 1,700، ووصل عدد الشهداء إلى 7,326. إن وزارة الصحة تلقت 1,700 بلاغ عن مفقودين، منهم 940 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض، وإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة بلغت 7,326 شهيدا، منهم 3,038 طفلا و 1,726 سيدة و 414 مسن. استمرار الحصار الإسرائيلي واستهداف القطاع الصحي وارتفاع كلفة دمار القطاع الصحي في قطاع غزة سوف تعود نتائجه على كل الفلسطينيين، حيث يسعى العدو إلى إشاعة أن المستشفيات يتواجد فيها قيادات لحماس ويجب استهدافها ليكمل عملية الموت للقطاع الصحي في غزة بالكامل.